هذا اللي تقوم فيه جام، مثل ما شفت بالحرب مال 91 هذا ملزقي ما جام، فهسه احنا يعني نلزق بيه. على مود يعني ما نصير اذا صارت حرب فصار احتجاجات الجام لا يتقشر، فيعني تقويه للجام. قول بوش اول يوم 3000 قذيفة اول يوم اساس يعني يحتلون بغداد وهاي. ما تخوفك هاي؟ عادي يعني كلهم يخافون اذا صار احتلال، يعني مثلا احنا كيف يعني اذا صارت حرب، بس يعني شنو ابويا بالاذاعات واكيد يجون على اخوي عمار ياخذون انا بالمنطقة. انت ما فهمت كيف يصير حرب يعني فقط حتى متداوم بالمدرسة؟ لا يعني شلون يعني نروح الهيت؟ زين اللي ما عنده مدرسة الكبار هم يفرحون يصير حرب؟ اي هذول اهل الكليات. ايوه عدد طلاب يعني؟ لا اكو قسم ما يتمنوا هالحرب. يعني ابوكم ما يتمنوا الحرب؟ لا ما يتمنوا. ليش؟ مو يعني يخافون يعني علينا، يعني كل واحد عنده عائلته ماتت يريد هو ما يموت. يبقى واحد ايش يسوي؟ وش صار انت الحين هذا الحين الهيد؟ والله هو حسب الضرب بس والله ظن نبقى، لان هي واحد ما بيموت يموت، يعني انت روح هناك ونتجوز نتبهدل. واحد اذا عنده مي واكل وبيته قاعد ما يعني ما عليه شيء. انتم اكلتكم خبز يابس ومي غير صالح للشرب. وبالحرب الاولى الناس حتى ما يسيان شربت، انه ما يقدرون يطعمون، وقامت تانكرات تفطر تبيع مي. وانت شو صرت؟ وناس قتلتها. من الشط، شط خاب نفس الشيء، شط يسبحون بيه على العلاقة من هذا.